يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا قمت للصلاة يخرج ريح مني فأرجع فأتوضأ ثم تخرج الريح مرة أخرى، فإذا ذهبت للصلاة خرجت، وكم مرة أرجع فأعيد الوضوء حتى تفوتني الجماعة؟ يا أخي قد يكون هذا وسواس، وهذا هو القريب، لا تلتفت إليه إلا إذا تيقنت. إذا توضأت فالوضوء باق والطهارة باقية، ولا تلتفت إلى الوساوس والشكوك. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاك قاعدة تمشي عليها، لما سئل عن الرجل يجد في بطنه شيء فيشكل عليها خرج منه شيء أو لا، قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فاليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة، أن تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل بقاء الطهارة ولا يعمل بالشك. نعم.